بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد، أعزائنا الطلبة، طلبة شعبة الأداب وفلسفة أداب ولغات أجنبية، نواصل سلسلة دروس الرياضيات ضمن برنامج مدرسة كور دي زاد. هذا الفيديو سنحاول أن نلخص فيه ما تناولناه في الفيديوهات السابقة، على اعتبار أنه طرأ انقطاع مؤقت في بث هذه الدروس. أولا، إلى شعبة الأداب واللغات الأجنبية، عندنا 5 فيديوهات سابقة، نرجو من التلاميذ الأعزاء إعادة مشاهدتها. إذن ننصح بمشاهدة 5 فيديوهات السابقة ومراجعة درس المتتاليات الحسابية التي تم بثها استعدادا للتمارين ومواضيع البكالوريا. إذن أنصح مبدئيا بإعادة مشاهدة الفيديوهات السابقة ومراجعة ما فيها من دروس حول المتتالية الحسابية. إذن هذا اتفاق بيننا. الآن سنتطرق إلى ملخص ما تناولناه. وش شفنا في الفيديوهات؟ شفنا المتتاليات العددية. وش قلنا في المتتالية؟ قلنا كاينة المتتالية العددية اللي نعرفوها بالحد العام. إذن تروح تراجع لي وش نقصده بالحد العام وشوف الأمثلة اللي جاوزنا. أيضا شفنا العلاقة التراجعية، ما معنى العلاقة التراجعية وكيف نحسب الحدود؟ هذا تلقاهم في الفيديو الأول والثاني. بعدها شفنا المتتالية الحسابية وشفنا ماذا نعني بمتتالية حسابية، بعدها تطرقنا إلى كيفية إثبات أن متتالية حسابية، قضية إثبات أن متتالية حسابية. بعد الإثبات تطرقنا إلى عبارة الحد العام، تلقاوها في فيديو رقم 3 أو 4. بعد عبارة الحد العام شفنا طريقة الربط بين الحدود. إذا عندي 2 حدود في متتالية حسابية كيف أربط بينهما؟ إذا عندي 3 حدود كيف أربط بينهم؟ ثم تطرقنا إلى مجموع حدود متتالية حسابية. إذن هذه الأمور اللي ذكرناهم أرجو من التلاميذ الأعزاء إعادة مشاهدتها ومراجعتها حتى يسهل علينا حل التمارين والمواضيع للبكالوريات السابقة. إذن ضروري تعودوا تراجعوا لنا هذا استعدادا لحلول التمارين. واضح هكذا؟ باختصار وشفنا في المتتالية الحسابية، قلنا أنه متتالية نكتبها UN تساوي مثلا 2N زائد 1 مثلا. هذه المتتالية كيف أثبت أنها متتالية حسابية؟ تروحوا في الفيديو تراجعوا تلقوا باللي رحنا حسبنا UN زائد 1 معنا، وجدنا هذه 2 خليناها، هذا الآن هذا بدلناه بآن زايد 1 ودلنا الأقواس وبعد زدنا 1 وبعد وش دلنا؟ وزعنا 2 آن و2 هذه في 1 زائد 2 زائد 1. شو معايا الآن؟ عايلك هذه U آن زايد 1 تساوي، شفت هذه 2N زائد 1 هذا زائد 1 وهذه 2N، شايفهم وين راهم؟ هاهم لك هنا 2N زائد 1 هاي 2N زائد 1. شكون هذا 2N زائد 1؟ هو UN. هاي دونك هذا وهذا نبدلوهم بUN،
عرفت علاش؟ شوف اي ان 2 ان زائد 1 هاي 2 ان زائد 1 نحيهم ونحط في بلاصتهم وش هو اي ام وش يبقى زائد 2 اي والله خلاص هذا هو الاثبات وكي نلحقوا هنا وش كنا نقولوا قولوا باللي اي ان حسابيه اساسها ار يساوي هذا 2 هذا هاي 2 منيح ذكرتوها شويه في الفيديوهات السابقه وحدها الاول حدها الاول اي 0 منين نحسبوه اي 0 هاو هنا نحسبوه اي 0 2 في 0 زائد 1 تساوي 1 اذا حسابيه اساسها 2 وحدها الاول نظن ذكرتوا الامر عمليه الاثبات منيح نعود مثال اخر اي ليك في ان VN تساوي 4N ناقص 3 السؤال أثبت أن VN حسابي سؤال أثبت أن VN حسابي بالطبع نحدد أساسها وحدها الأول أول حاجة وش دير أول شيء تقوم به دائما تحسب VN زائد 1 أول حاجة من VN نجيبه VN زائد 1 تساوي وش معناها نجيبو في ان زائد شفت الربعة هذه هاي ربع هذا ان هنا ان شوف ان 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 هنا ان زائد واحد نكتب هنا ان زائد واحد مليحة هكذا شوف ان 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 زائد واحد ان زائد واحد وش هو حطها بين قوسين زائد ناقص ثلاثة شفت في ان زائد واحد أربعة أربعة ان ان زائد واحد ناقص ناقص ثلاثة ثلاثة من بعد كيفاش نحسبه نوزع 4 في ان 4 ان زائد 4 في 1 4 ناقص 3 ما تجمعش خليها هكا هذا هو في ان زائد 1 اذا في ان زائد 1 يساوي شوف الان 4 ان هذه وهذه ناقص 3 شايف ناقص 3 هذه وهذا 4 ان هاملك هاي 4 ان وهاي لك ناقص 3 هذه 4 ان ناقص 3 هاي شكون هي 4 ان ناقص 3 هي في ان مليحه هكذا دونك هذه 4 ان وناقص 3 هي في ان واش يبقى ما كتبناش هذه 4 زائد 4 خلاص هنايا توقف واش نقولوا هنا نقولوا باللي في ان حسابيه طريبي اساسها وين هو الاساس هذا العدد اللي خلينا ار يساوي 4 حدها الأول حدها الأول في زيرو منين نجيبه في زيرو أروح الفوق هاي في أن هاي ربعة في زيرو ناقص ثلاثة هذه ربعة في زيرو زيرو ناقص ثلاثة دوك تعطينا ناقص ثلاثة هذه فقط توجدوها في الفيديو رقم ثلاثة إن شاء الله للمراجعة مليح هكذا صح إذن فقط رانا نراجعوا في الحصص السابقة اليوم ما راح نديروا حتى شيء نراجعوا الحصص السابقة لأنه صار انقطاع تحضيرا لحل مواضيع بكالوريا سابقة وتمارين عام من بعد وش لازم تعرفوا الحد العام الحد العام لمتتالية حسابي صح وش هو الحد العام قانون تشفاو عليه نفرضوا عندي الاي زيرو هذا حد أول وعندي R أساس والكلام هذا اللي راح نقوله دوك موش عام يليق فقط في المتتالية الحسابية يعني القانون راح نكتبه دوك قانون راح نكتبه دوك هذا موش صحيح دوما صحيح للمتتالية الحسابية بعد ما نكونوا درنا عملية الإثبات بعد ما نديروا عملية إثبات نجيبوا الحد العام حسابية هاو القانون تاعها كيفاش الحد العام هو يو ان يساوي يعني هكذا اي والله يو زيرو بس كذا وش عندنا يو زيرو زائد ان دائما ان هذه في ار تعودوه معايا يو ان يساوي يو زيرو زائد ان ار نمسحوا تعودوا تكتبوا وحدكم ها شو شحنا هيا قولوا شو شحنا نكتب يو ان هذا الحد العام يساوي وش نكتب هنا اي زيرو جيد زائد هذا وش نكتب ان جيد في ار هذا اي زيرو هاوليك والار هاوليك وان هذا ديما يقعد ديما حاضر هذا الان
ديسكاو ان ان مليح هكذا نعاودوه صح اي ان تساوي اي زيرو زائد ان في ار مليح تفقين فيها هاي نديرو مثال عليها نقول لك مثلا انا عندي اي ان حسابيه لازم تكون حسابيه وعندي الاي زيرو يساوي واحد والاساس ار يساوي ثلاثه والسؤال تلقاه اكتب اي ان بدلاله ان شكون هذا اي ان بدلاله ان هذا هو اللي نسميوه الحد العام هيا نكتبوا كتبوا القانون معايا قبل ما تكتبوش الارقام ديما كتب القانون بالاحرف مليح هيا اكتب لي قول لي واش نكتب اي ان تساوي واش نكتب اي زيرو زائد ان ديما حاضره في ار مليح هيا نديروا عمليه التعويض اي ان تساوي اي زيرو وواحد او واحد زائد هاي زائد ان هاي ان في ار اللي هو ثلاثه ان في ثلاثه من الأحسن اكتبها U N تساوي واحد زائد N في ثلاثة اكتبها ثلاثة N أحسن انكادرها هكذا وهكذا تكون جاوبت على السؤال تاع اكتب U N بدلالة N نيح هكذا زيدوا مثال آخر عارف نقول لك مثلا في ان حذاري القانون هذا ما يمشيش فقط على اي متتالي بشرط لازم تكون متتالي حسابي نكونوا ديجا درنا عمليه الاثبات ولا السؤال قالنا راه حسابي في ان حسابي في زيرو يساوي ناقص 2 والاساس ار يساوي 5 السؤال تعرف شو هو اكتب في ان بدلاله ان هاي نكتب واحد يمل عليا القانون في ان تساوي هاي قول له واش نكتب في زيرو زائد ايه ان في ار يساوي شكون هو في زيرو شحال عطاه هنا موان دو اكتبها موان دو زائد ان في ار اللي هو خمسه حبيت تخليها هكذا خليها هكذا من الأحسن نكتبها ناقص 2 زائد 5 ان هاو الحد العام وهذا نظن تلقاوه في الفيديو رقم 3 ننصحكم بإعادة مشاهدة هذه مراجعة على الحد العام بالطبع كاين حالة درناها في الحسابية وش قلنا شو معايا الآن اسمعني مليح مرات أخرين يقول لك يو ان هذه حسابية بس حنا ما يكتب لكش يو زير يقول لك يو ان ويعطيك الاساس اي والله او راح يتبدل واحد الامر شويه هكذا ردوا بالكم اي ان حسابيه اي ان وليك وهاي ليك ان والسؤال دائما اكتب عباره الحد العام عرفت السؤال شو اكتب عباره الحد العام هاي نكتبوا عباره الحد العام اي ان تساوي ايه اي واحد ما عندناش اي زيرو كيما من قبل لاحظ اي ان هاي اي ان زائد هنا فقط رد بالك واش كنا نكتبو قبل كنا نكتبو ان لا لا ديرها ناقص واحد وحطها بين قوسين هكذا ار ار في ار ها هو القانون واش اللي تبدل هنا ما كانش ان ان ناقص علاش بيسك هنا كاين اي ان هذا القانون وين نديروه في الحسابيه لما تبدا بالاي ان مليحه هكذا صح ندربوا عليها شويه هاي عاودوا اكتبوا لي القانون قبل هاي القانون اي ان يساوي هنا اي زيرو لا لا مش اي زيرو هو عندي اي ان دونك نكتب اي ان صح ومن بعد كيفاش نكمل زائد ان لا لا ان ناقص واحد بين قوسين في ار عاود شوف القانون هذا منيح نمسحو نعاودوه هاولي اكتب معايا اي ان تساوي اي ان زائد ان ناقص واحد في ار مليح طيب هاي نديروا عليه امثله نفرضوا اي ان هذه حسابي الاي ان قال لك هو ثلاثه والار هو سبعه هاي نروحوا 12 السؤال اكتب اي ان الحد العام بدلاله ان كيقول لك اي ان هكذا من غير اقواس او الحد العام هذا هو الحد العام هذا
ان هذا الحد. مرات يقول اكتب عباره الحد العام بدلاله ان، اكتب عباره الحد العام بدلاله ان. هاي نكتب، قولوا لي القانون قبل، نكتب القانون بالاحرف. هاي ان تساوي، نكتب اي اي واش واحد، جيد هاي واحد، زائد هاي ان ناقص واحد في ار، ان ناقص واحد في ار. هاي نعوضه يوسف اي ان شكون هو ثلاثة، هاي ثلاثة زائد قوس هاو قوس ان تقعد كيما راهي ناقص واحد اغلق القوس في ار، هذا شكون هو سبعة، هاي سبعة نخليوها هكذا معليش، لكن من الأحسن ديروا لها تبسيط. شوف معي التبسيط، هاي ثلاثة زائد شفت سبعة هذه ضربها في آن، هذه توليك زائد سبعة آن ناقص سبعة في واحد اللي هي سبعة تساوي سبعة في آن سبعة في واحد. دوك هذه سبعة آن خليها، هاي سبعة آن تقعد، هذه تقعد هنا ثلاثة ونقصوا لها سبعة. إذا تعرف تحسب منيح أحسن، إذا ما تعرفش أرفد آلة حاسبة وكتب لها ثلاثة ناقص سبعة تقول لك الآلة فيها ناقص أربعة، ثلاثة ناقص سبعة تعطي لها ناقص أربعة. إذن وين هو الـUN هنا؟ الـUN هو سبعة آن ناقص أربعة. منيح الحد العام هذا؟ نعم. واضح شوية في المراجعة هذه؟ تراجعوا الفيديوهات وتلقاوهم بالتفصيل في الفيديوهات السابقة. نعم، ياك ما اختلطتش الأمور. شوف يعود عندي الـU0 والـR، ويعود عندي الـU1 والـR، وحابين حاجة واسمها الحد العام. الحد العام، لكن الحد العام لما متتالية حسابي صح، واش نديروا الآن؟ أعطيني في الحالة هذه كيفاش نكتب، وهذه الحالة هيا شكون اللي حفظ معنا القانون، هيا U1 هنا وش يساوي، وهنا الـU1 وش يساوي. هنا وش نكتب؟ U0، علاش U0؟ إسكار. وهنا وش نكتب؟ نكتب U1 هاو U1. وش الفرق هنا كي ندير هنا U0 وهنا U1؟ هنا زائد هنا زائد، مليحة هكذا. شوف فقط هنا ندير N وهنا ندير N ناقص واحد، N ناقص واحد بين قوسين، مليحة هكذا شفتم. وهنا ندير في R وهنا في R، شفوا على القوانين هادوما مليح، واضح هكذا صح. تطرقنا في الفيديوهات السابقة أيضا إلى عملية الربط بالحدود، قلت لك شوف في أي تمرين في المتتاليات الحسابية إذا شفت زوج حدود ولا ثلاثة أربط بيناتهم بعلاقة. شوف الفكرة هذه، مثلا عندك U7، قال لك مثلا U7 والU5، لقيت زوج حدود التمرين ما على بالك شحال يساوي، لقيتهم هكا. أول عملية تقوم بها أنت من غير ما يطلب منك تعرفوا شو هي؟ أنه نربط بين الـ U7 و U5 في علاقة واحدة. كيفاش تتعمل؟ جيب الـ U7 دائما هذا، هاي طيب U7 يساوي U5 دائما أربطهم ببعض يساوي، بس ما تخليها شكلة، وش نزيدوا لها؟ اسمع مليح، 7 ناقص 5 شحال زوج 2 R، منيح هكذا. وش درنا الآن؟ هو أعطانا زوج أعداد أربطنا احنا بيناتهم، مليح هكذا. اشفى وين يكونوا عندك زوج حدود واش دير؟ تربط بيناتهم. هذه مفيدة جدا في الإجابة على العديد من الأسئلة، نقدروا نستخدموها في العديد من الأشياء، واضح؟ نتفقوا؟ هيا نتفقوا، على واش نتفقوا؟ في تمارين كي نلقى زوج حدود في متتالية حسابية من غير ما يطلب مني، أول حاجة ديرها واش هو؟ قل لي نربط بين الحدود بعلاقة. حتى لو كما جاوبتش على السؤال هذا راه يقوم او يثم نصف ولا 0.75 تديها على الكتابه هذه حتى لو كما كملتش الاجابه. واضح معنا؟ واش نديروا كي نلقاو زوج حدود؟ نربط بيناتها صح، نتفقوا عين تعلموا عميطه. اتصور في التمرين لقيت الاي 8 ولقيت الاي 1 نربط بيناتها، كيفاش نربط بيناتها؟ نجيب الاي 8 واش تساوي؟ الاي 1 زائد هنا كيفاش نكمل؟ كيفاش نكمل؟ 8 ناقص 1، 8 ناقص 1 7 R. دوك E 8 تساوي E 1 زائد 7 R، منيحة هكذا؟ صح. أتصور في تمرين لقيت الـ E 12 وعطاك الـ E 5، هاي كيفاش نربط بيناتهم؟ جيب الـ E 12 تساوي E 5 جيد زائد واش نزيدو؟ 12 ناقص 5، 12 ناقص 5 7
12 ناقص 5 7 R منيه؟ صح. نعطيكم زوج حدود كتبوهم انتوما وحدكم هكا نصحوهم. اتصور عطاك الاي 9 وعطاك الاي 4 هاي اربط بيناتهم، اكتبها عندك في الورقه، اكتبها تب راك تشوف فيها دوك، اكتبها هاي، اكتبها. كتبتوها؟ راني ننتظر شويه. اي 9 ها قولوا لي واش نكتبها، تساوي واش تكتب؟ اي 4 جيد، اي 4 زائد ايه واش نزيدوا؟ 6 4 9 شحال نزيد؟ 5 جيد 5 اه علاش 5 هذه؟ علاش 9 ناقص 4 9 ناقص عرفتوا تربطوا بين الاعداد مليح. واش الفائده هذه؟ من بين الفوائد هذا تصور يعطيك الاي مثلا 5 يقول لك هذه مثلا تساوي 20 ويعطيك الاي 2 تساوي 4 مثلا ويقول لك احسب الاساس، احسب الاساس ار شحال نحد عطاك زوج وقال لك احسب الاساس. ما تنساش في المعطيات ان المتتاليه حسابيه، انت ما تبداش تخلط كش ما تجيب الاساس. اول حاجه ديرها وش هو؟ واش ننصحك؟ واش ننصحك؟ تربط بين الحدود. هاي نديروا عملية تربط بين الاي 5 والاي 2. شوف معي اي 5 يساوي ها اي 2 زائد قول لي كيفاش نحسب هنا. قول ثلاثة ثلاثة ار. عارفين علاش ثلاثة هذه منين جبناها؟ ثلاثة ار ثلاثة ار وديما حاضر اي وثلاثة هذه خمسة ناقص زوج. هيا نبدا الان اي 5 عندنا ولا ما عندناش؟ شحال؟ 20 هذا نبدلوه ب 20 مليح هكذا يساوي اي 2 عندنا ولا ما عندناش؟ شحال؟ 4 هذا نبدلوه ب 4 والزايد باش نبدلوها نخليوها وثلاثة هاي ثلاثة وهي ار. شوفوا قولوا لي الان كي ربطنا بينا وعوضنا واش بقى عندكم مجهول هنا؟ 20 نعرفوها وربعة نعرفوها وثلاثة نعرفوها وار ما نعرفوهاش. دوك وش المجهول؟ هو ار. نقدر نحسبوه؟ نحسبوه. حذر هذا ثلاثة فاش مضروب؟ مضروب في ار. بالكم الان ما تقولوا ليش ربعة زائد ثلاثة، لا لا هذا وحده هذا كامل وحده ما يتجمعش ثلاثة مع ربعة ما نديروهاش. واش نديروا الان؟ نجيبوا ربعة للطرف هذا واش تصبح عندكم؟ تصبح 20 ايه هذه 4 نجيبوها تولي ناقص 4 يساوي 3 ار مليحه هكذا. 20 ناقص 4 شحال؟ ها 20 ناقص 4 شحال؟ عاود 16 هاي 16 منين جبنا 16 هذه؟ 20 ناقص 4 مليح واش تساوي؟ 3 في ار صح. كيف نخرجوا ار هذه الان؟ شوف معي الان هذه عملية واش؟ ضرب. إذا آر يساوي خليه هنا ولا منا ما يهمش آر يساوي. شفت هذا مادام هذا ضرب قسم 16 قسمة 3 16 قسمة 3 إذا ماذا يساوي آر؟ 16 على 3 منيحة هكذا؟ نعم. بالطبع هذه العملية الربط هذه فيها عدة فوائد تقدروا تراجعوها في الفيديوهات السابقة. نعم. الآن لو كان يكون عندنا ثلاث حدود كيف نربط بين ثلاث حدود؟ شوف اسمعوني مليح في هذه في ثلاث حدود نروح نشوف اسكو الثلاث حدود هذه متعاقبة أم غير متعاقبة. كي يعطيك ثلاث حدود تكي تشوفوا معاهم متعاقبة أم غير متعاقبة؟ شو معنى متعاقبة؟ جي مستفة مرا بعضها هكا منين؟ أنا أعطيك مثال ثلاث حدود متعاقبة U0 U1 و U2 يعطيك ثلاث حدود واحد زوج ثلاثة. وشو متعاقبة؟ 0 and 2 يقدر مثلا يعطيك ثلاث حدود هكا U5 ومن بعد جي U6 وهذه U7 هذه نقولوا عليها متعاقبة. غير متعاقبة يعطيك مثلا اي واحد ومن بعد يعطيك اي سبعة ومن بعد يعطيك اي عشرة. اسكو هذه متعاقبة؟ هذه ثلاث حدود وهذه ثلاث حدود هذه متعاقبة وهذه لا مش واضحة؟ هذه شحال من حد؟ واحد زوج ثلاثة. هذه شحال؟ واحد زوج ثلاثة. هنا ثلاثة وهنا ثلاثة هذه متعاقبة وهذه لا. علاش هذه متعاقبة؟ خمسة ستة سبعة اي 5 اي 6 اي 7 وهذه اي 1 اي ومن بعد راح صوت الوين اي 7 اي ومن بعد راح الاي 10
إذن هذه ليست متعاقبة وهذه متعاقبة. لكن يعطينا ثلاث حدود، متعاقبة ولا غير متعاقبة، كيفاش نديروا معها؟ شو معايا الآن، هم ثلاث حدود متعاقبة. شو مثلا U0 وال U1 وال U2، هذه في متتالية، واش لازم تكون المتتالية حساب منيح؟ صح، هذه ثلاث حدود متعاقبة. إيه كيف نربط بينهم؟ شو واش دير؟ جيبوا هذوما، هذو U0 زيد له واش ال U2، أو يعطيك اثنين من ال U1 من الوسط هذا. شوف كي تجمع هذا زائد هذا يعطيك دو فوا هذا U1، U0 زائد U2 يعطيك دو فوا هذا. منيح؟ هيا نعاودوا، هذه وين ثلاث حدود واش؟ متعاقبة، متعاقبة، هذا واضحة. شوف معي U5 واش يجي بعدها؟ U6 واش يجي بعدها؟ U7. شحال من حد؟ واحد زوج ثلاثة. منيح؟ متعاقبة. واش ندير؟ جيب هادوما الـ U5 واش نزيدو له؟ الـ U7 واش يعطينا؟ يعطينا دو فوا هذا، اثنين في U6. مليح هكذا؟ صح قريب. نعاود، اتصور عطاك الـ U1 والـ U2 والـ U3، مليح والـ U3، كيفاش نربطو بيناتهم بين ثلاثة؟ ما شاء الله، قال جيب الـ U1 وجيب الـ U3، هاوليك الـ U1 زائد الـ U3 يساوي ايه؟ 2 U2. منيح هكذا؟ صح. إذا عرفنا كيفاش نربط بين زوج حدود في متتالية حسابية، كي تشوف زوج حدود أربط بينها، ثلاث حدود متعاقبة أربط بينها. لو كان الآن ثلاث حدود غير متعاقبة، غير متعاقبة، غير متعاقبة، كيف نربط؟ مثلا أعطانا الـ U1 ايه؟ وعطانا الـ U3 وعطانا الـ U5، اسكو هذه متعاقبة؟ لا، ما نروحوش نجمعوا ونقولوا تعطينا الضعف، لا، واش ندير؟ هادو تكتبهم بدلالة الأساس، تكتبهم بدلالة واش؟ الأساس. هيا نبداو بدلالة الأساس، واحد القانون شفناه من قبل. الـ U1 هو U0 زائد R، واحد ناقص R. نجيب الـ U3 تساوي الـ U0 زائد 3R، 3 ناقص 0. جيب الـ U5، U5 تساوي U0 زائد 5R. ها هادو نكتبوهم هكذا، وفي التمرين نقول لكم واش نديروا فيها، مي لازم تكونوا تعرفوها على الأقل، حتى لو ما تعرفش تجاوب على السؤال اكتبهم. منيح هكذا؟ علاش ما درنا لهمش كيما من قبل؟ هادو ثلاث حدود غير متعاقبة، نكتبوهم هكذا. نبداو؟ صح. نعاودوا مثال آخر، كي تعود ثلاث حدود لمتتالية حسابية غير متعاقبة، نفرض أعطاك الـ U0 وأعطاك الـ U5 وأعطاك الـ U6، خلي نديروها U9 باش تكون بعاد. هذه ثلاث حدود، 1 2 3، واحد زوج ثلاثة، متعاقبة؟ لا. دوك واش ندير لها هذه؟ نربط بيناتها؟ لا لا، ما نربطش بينهم، نكتبها بدلالة الأساس. الـ U0 خليه يقعد، U0 ما عندك ما دير له، هو الأول. الـ U5 واش ندير له؟ الـ U5 هو U0 زائد 5 ناقص 0، 5R، هاي 5R. واش ندير للـ U9؟ U9 هو U0 زائد 9R. هذا كنت تلقاوه في الفيديوهات السابقة، ولما نطيح في التمرين راح نزيد نفصلوا فيها منيح وتشوفوا الفائدة. منيح؟ إذا واش اتفقنا؟ كي يعطينا زوج حدود أربطوا بيناتهم، يعطيك ثلاث حدود متعاقبة أربط بيناتهم، يعطيك ثلاث حدود غير متعاقبة كتبهم بدلالة الأساس. راجعوا الفيديوهات السابقة. منيح هكذا؟ الآن كاين واحد الفيديو درناه لكنه لم يبث، فيه مجموع تاع حدود متتالية حسابية، نعطيكم القانون ولما نلحقوا التمارين نديروا تطبيق عددي عليه، تخافش منه كاع، لازم تعرف برك المجموع. لما تكون عندنا متتالية حسابية وحبينا نحسبوا لها المجموع، احفظ هذا القانون معي، المجموع في متتالية، إذا المجموع، المجموع في المتتالية الحسابية، أي أحفظ معي القانون هذا. قلنا بلي هذا الفيديو هذا لم يبث فقط،
هاي دور شوف اش في المجموع في المثلث الحسابي كيفاش يدير. دير كسر في افتح قوس اغلق القوس دير زائد شوف عليها هذه هنا ديما دير اثنين مليحه هكذا ربع. واش نكتب الان في الكسر هنا واش نكتب هنا نكتب عدد الحدود نكتب عدد الحدود هنا نكتب اول حد وهنا نكتب اخر حد عاود معايا المجموع في المتتالي الحسابية هو عدد الحدود على 2 في قوس أول حد زائد آخر حد أغلق القوس نعاودوا نكتبوه معا أي عاود نكتبوه معايا دونك كيفاش نحسبوا المجموع في المتتالي الحسابية يساوي كسر في قوس زائد أغلق القوس قل لي هنا واش نكتب 2 دائما هنا واش نكتب عدد الحدود شحال راهو شحال من حد جمع وهنا واش نكتب اول حد وهنا واش نكتب اخر حد شفتوا عليه القانون هذا نشوفوا بعض الامثله يسك هذا المجموع درناه فيديو وحده وما ظهرش فقط مليح هكذا وراح نشوفوه بالتمارين بالتفصيل فقط شفا لي على هذا القانون مثلا عندنا متتاليه حسابيه مليح هكذا ونعطيك انا المجموع اس نقول لك U1 زائد U2 زائد الى غايه U10 هاي نقول لك احسب لي المجموعات اول حاجه ديرها تكتب القانون بالاحرف منيح هاي قول لي القانون اللي تعلمناه دير كسر هنا واش نكتب 2 في قوس مغلق القوس زائد قول لي واش نكتب الفوق هنا عدد الحدود هذا دائما نكتبه هنا واش نكتب اول حد وهنا واش نكتب اخر حد عاود معايا القانون هيا روح الان كسر 2 في قوس قوس زائد هيا نبدا الان شو معايا الان شكون هو اول حد هذه المجموعه شكون الاول فيه اي ان هذا اول حد هو الاي ان شكون هو الاخر فيهم هذا اخر حد هو اي 10 قل لي الان هنايا هذا عدد الحدود هذا هنا هذا عدد الحدود هذا كيف راح نديروا عدد الحدود كيفاش نديروا عدد الحدود معناه شحال من حد جمعت U1 U1 و U2 U3 U4 حتى ال U10 شحال جمعت 10 هاي 10 اكتب 10 اذا 10 هنا شحال 10 هو عدد الحدود هاي ديك العاود هنا ما ظهرتش منيح 10 وخلاص من بعد ال U1 هذا نعوضوه في التمرين ويكون عندنا قيمه وال U10 نكونوا حسبناه نعوض القيمه هذه والقيمه هذه وفي التمرين فقط شفا لي على القانون والتطبيق هذا 10 على 2 تعطينا 5 منيح هكذا منيح هاي نديروا مثال اخر اتصور المجموع هذا قال لك هكذا U0 زائد U1 زائد U2 زائد الى غايه U30 هاي كيفاش نحسبوا المجموعه قول لي كيفاش واش ندير كسر واش نكتب هنا 2 في قوس نغلق القوس وهنا ندير زائد هاي قول لي هنا واش نكتب عدد الحدود هنا واش نكتب اول حد وهنا واش نكتب اخر حد منيحه هكذا هاي نبدا الان هاي 2 في قوس نغلق القوس زائد قل لي الان هذا اول حد هنا شحال او اي زيرو شايفه زائد اخر حد شكون هو اي 30 درك هنا رد بالك شويه معايا ليه عدد الحدود شحال راه ما تتعبش شوف شوف هذا الاي زيرو خبيه تشوف ما شفناش خبينا واحد من الاي ان حتى الاي 30 من الان 30 شحال راه 30 واحد زوج 30 والواحد اللي خبيناه 31 درك هنا عدد الحدود شحال راهم 31 اشفع كي نبداو بالاي زيرو ديما خبي واحد من الان 30 او 30 زائد واحد بالطبع كاين بعض القوانين يحفظوكم فيهم مش لازم يعني هاي من الاي ان حتى 30 اعطينا 30 ما تكتبش 30 انت او كاين واحد مخبي هذا الاي زيرو 31 ومن بعد ندير عمليه وشو تعويض هذا المجموع راح نفصلوا فيه ثاني في التمارين مش مشكل فقط اشفع تطبيق وكيفاش نعوض برك اشفالي على زوج اسطر هذوما من كل مجموع واضحه شوي العمليه اتمنى اني قدرت نوفق في استرجاع بعض المعلومات السابقه هذه الحصه راهي حصه تمهيديه لانه صار واحد الانقطاع لظروف قاهره يعني استسمح الجميع على طول انتظارهم نتمنى من الجميع
من إخواننا الطلبة يعاودوا يراجعوا الفيديوهات الخمسة استعدادا لحل تمارينات بكالوريا. في الحصة المقبلة إن شاء الله نلقاكم واجدين هكذا ومستعدين مراجعين منيح باش نقدروا نديروا التمرين تاع بكالوريا. نحلوا التمرين معا ونخلي لكم واحد يشبه له ديروا في الدار. حصة أولى تمرين أول ثاني ثالث رابع خمسة حتى تستوعبوا الأمر، من بعد نروحوا المتتالية الهندسية نكملوها بنفس الطريقة، نروحوا للموافقات والقسمة في زاد نكملوها براحتنا بالتمارين تاعها، من بعد نروحوا للدوال وكذا، والأمر راهو كافي جدا، فقط تبعونا وراجعوا المراجعة. نتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.